شاء الله نعمل لها فرحها هنا قريب. خالد الذهبي يكشف عن مكان حفل زفاف شقيقته هشام ويوضح موضوع استمراره في التمثيل. عملت باتشلي تاني، دخلت جامعة تاني، دلوقتي هوسبيتاليتي. هي الكونسبت أصلاً بتاع شريكي عنده أودن في لبنان، وهو روحه كده، هو روحه إن المكان يبقى فيرناكلر، يبقى خضار أكتر، خشب بسيط، تحس إن أنت داخل بيت حد تعرفه. طبعاً بزائد الهوسبيتاليتي اللي عندنا، يعني تبقى إن شاء الله مختلفة شوية عن أي مكان تاني. هل شي رح نشوفه في أودن ذا بول هاوس اللي عم بيستعد خالد الذهبي لافتتاحه في 15 سبتمبر بمصر، واللي من خلاله عم يدخل عالم البزنس من بعد تجاربه بالتمثيل، وإيتي بالعربي تواجد معه حصرياً قبل الافتتاح الرسمي. أنا الحقيقة طول عمري كان نفسي أفتح مطعم، كان نفسي أفتح كونسبت هنا في مصر. كنت شغال على كونسبت لمامتي اسمه سولا، هي عاملة برنامج طبعاً سولا، أنا كنت عايز أعمل لها حاجة شبيه إليه، بالأكل، بالروح، بالغنى، بالأرت، بالفن العربي الأصيل، بكل ده كان نفسي كنت شغال عليه. وأكيد كان لازم نعرف شو كان دور والدته أصالة بهالخطوة. رأيها كان حلو جداً، هو أنا ارتحت جداً لما مامتي جت وشافت المكان، انبهرت بالأكل، انبهرت باللي هي شافت التعب اللي تعبناه اللي فيها، كانت متخيلة إن شاء الله يحصل حاجة حلوة، والحمد لله هي اتبسطت، هي حبت المكان قوي، وكل السبورت يعني كان عندي كل السبورت منها تماماً، ساعدتني، هي اللي قالت لي لا عايز تفتح اقدر تقدر تفتح، يعني خلتني إن أنا أقف أمشي أمسك طريق تاني، لأن أنا خدي بالك ممثل، أنا طول حياتي درست إخراج، يعني أنا ماليش، كنت طول عمري دلوقتي ابتديت، عملت باتشلي تاني، دخلت جامعة تاني، دلوقتي هوسبيتاليتي. اليوم هي أول مرة أجيت من المطار لشوف المكان اللي عم يعمله رودي، شكله حلو، الله يوفقه. وهل ممكن أن نشوفها عم تحيا حفل في دعم لابنها؟ هو طبعاً إن شاء الله حيبقى في كولابريشنز ما بين أصالة وغير أصالة، حسب برضو هنشوف الناس برضو عايزة إيه، وأصالة طبعاً لو كانت جت وما عجبهاش المكان، ولا ابنها ولا غير ابنها هيقنعها ان هي تغني، هي عايزه، هي مبسوطه جدا في اللوكيشن ده، وطول عمرها بتحب الطبيعه، بتحب النيتشر، المكان معمول شبه روحها شويه. حلو، حلوين هدول، جبلنا منهم على البيت ابو الود. وعلى ما يبدو هالمكان رح يستضيف حدث سعيد، خاصه بالعائله وبيتعلق باخته شام. شام مبسوطه جدا، جت من كام يوم اتبسطت، عجبها الاكل قوي، عجبها طبعا الفيو، ان شاء الله نعمل لها فرحها هنا قريب. ودخول خالد عالم البزنس خلانا نساله اذا هالموضوع بيعني انه تخلى عن التمثيل من بعد ما طل باعمال مهمه مثل اولاد رزق، ليله هنا وسرور، والاصليين. لا طبعا موضوع التمثيل ده باشن بالنسبه لي، ده حاجه انا هفضل اعملها حياتي كلها ومش هتقف، يعني مش ان شاء الله مش هتقف، هو ده هيبقى ده بالنسبه لي استقرار، يخليني انا افضل مركز في الشخص اللي انا عايزه، ما حتى لما اجي امثل ما التمثيل ما ياخدنيش في حتت انا مش عايز اخدهم. وخالد كان وعدنا انه رح يركز بموضوع التمثيل الفتره المقبله، وكشف لنا عن اسماء النجوم اللي حابب يوقف حدهم. نفسي اشتغل مع الاستاذ عز تاني، نفسي اشتغل مع الاستاذ كريم عبد العزيز، استاذه هند صبري عشقها، دينا شربيني طبعا، احمد داوود اشتغل معاه، انا خايف ما اقولش اسامي اكون انا دلوقتي نسيها ناس تزعل، انا نفسي الحقيقه اشتغل مع ناس كتيره، طبعا الاستاذ عادل امام نفسي اعمل معاه حاجه.